بيقرا الفاتحه كتير، والله اسرارها عظيمه. انت بتقف كل يوم تقول لربنا اياك نعبد على وصفنا، اياك نستعين على وصفك، فاياك استعين على وصفي بوصفك، اياك استعين على ضعفي بقوتك، اياك استعين على ذلي بعزتك، اياك استعين على جهلي بعلمك، اياك استعين على ذنبي بحلمك، إياك أستعين على بعدي بقربك، إياك أستعين على حجابي بنورك، إياك أستعين على ضلالي بهداك، إياك أستعين علي بك. طب عايز إيه؟ أول ما العبد يقول كده يقول لك في الحديث: فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين نادى منادي الله، يقول إيه؟ هذا لعبدي، يعني ساعدوه، ولعبدي ما سأل. اطلب يلا. يبقى الأولانية هذا لعبدي، يعني طلبك اللي طلبته إياك نستعين، ادوله باب، افتحوا له باب المعونة. طب عايز ايه؟ قال عايز اوصل لك، اهدنا الصراط المستقيم. السادة الأولياء يقولوا في تفسير الآية دي ايه؟ يقول: وأرأى الله أنك في حضرة الإجابة لا تقوى على الطلب، فقد تطلب في ساعة قدرية ما لا قدرة ولا قدر له. وقصور الفهم أن يقال له لبيك فيطلب ما يفنى ويترك ما يبقى. فأناب عنك في الخطاب وعلمك الجواب، قال على لسانك الحمد لله، فأثنى على نفسه بنفسه على لسانك، وخلق ونسب إليك، ثم قال: يا ملائكتي حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فإذا وقف العبد مقرا بأنني إياك أعبد بما أنا فيه من الوصف، وإياك أستعين بما تملك من اللطف، حصل العطف، فقال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فتفتح أبواب الإجابة. فمن كمال لطفه بك أن خشي عليك وأشفق على ضعفك أن تطلب ما لا يليق بك، فبقدرة لطفانية وبإغاثة رحمانية أناب عنك ورمى وقال: اهدنا الصراط المستقيم، ليطلق لسانك ألا تطلب في حضرته غيره ولا تطلب من غيره. وهذا كمال العبودية في حضرة الله. ثم لما علم أنك قد أبهم الأمر عليك وكل من حولك يدعي أنه هو الصراط المستقيم، علمك أن تطلب صراط الأولياء. فأنت تطلب السبيل الأولياء وطريق أهل الله كل يوم 17 مرة في الصلاة على الأقل. يقول ايه؟ اهدنا. انهي صراط ده؟ الصراط الذين انعمت عليهم. ومين قال لي انعم عليهم؟ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصالحين، واللي ما نفعوش خالص حسن اولئك رفيقا، اللي هو احنا، وحسن اولئك رفيقا. خمسة. قال علشان ايه؟ قال علشان اذا قبلت صلاتك وهي مقبوله ما دمت قد وقفت، الله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تطلب الله وتطلب معيه اهل الله.